شاركت بكثير معارض في دولة الإمارات، وهي أول مشاركة لي في معرض جمعية الإمارات للتصوير الضوئي. وصراحة أنا بعتبر مشاركتي نجاح كبير بغض النظر على مشاركات الجوائز، هي بصمة، وهي كمان بشجع جميع المصورين المحترفين وجميع المصورين هواة أنه يشاركوا في المعارض. راح أتكلم عن صورتي. هاي الصورة صورتها بتايلاند، وكانت لقطة توفقت فيها لأني كنا واقفين على طابور من السيارات وكان مسمحنا نصور خلال ثواني معدودة، وتوفقت هذه اللقطة بهذا الأكشن الحلو. وأخيرا نشكر جمعية الإمارات للتصوير الضوئي لإتاحة هذه الفرصة الجميلة ومشاركتي في هذا المعرض. شكرا لكم.